قائمة جديدة من بلاي ستيشن العربية نشوف فيها الألعاب اللي تنزل في يوليو 2024. قبل لا نبدأ لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناة. Final Fantasy 14 Dawn Trail تنتظرنا البحار الزرقاء والسماء الصافية وإمكانيات ما لها حدود في Dawn Trail، أحدث حزمة لتوسعة Final Fantasy 14 Online اللي نالت إعجاب النقاد. نكتشف مناطق مجهولة وفيها وجوه مألوفة ونتعرف على قبائل جديدة كمان، نواجه تهديدات هائلة ونوسع آفاقنا مع ضوء الأمل من جديد. داون تريل تسير في القارة الغربية من تورال والمعروفة باسم العالم الجديد. يتكون تورال من منطقتين الشمال والجنوب، مستوحاة بشكل واضح من أمريكا الشمالية والجنوبية. ديمون سلاير كيميتسو نو يايبا سويب ذا بورد، ارمي النرد لتصير أقوى ديمون سلاير على الإطلاق. نشوف كل المواقع الأسطورية من الأنمي مثل جبل فوجي كاسان وأساكوسا كلوح في اللعبة. كل منطقة هي لوحة في اللعبة ترمي النرد فيها، نشوف أنها تتحول لوحة اللعبة بين النهار والليل. سمايت 2، أنت المؤسس في نظام يدعم المحرك Unreal Engine 5، لعبة أسطورية من منظور الشخص الثالث موبا. العب بأسطورة من كل الأساطير ومارس قدرات خارقة ممتعة، ترمي البرق مثل زوس أو تتقن فن الموت مثل أنوبيس أو تطعن خصومك من وراء مثل لوكي. بليك فيث فورسيكن، نشوف آخر بقايا الحضارة في عالم واسع مترابط ما يرحم، نتعلم وش بقى من تاريخه. هذه الحضارة فيها بنية كاملة ومتوسعة باستمرار، ننسى أنفسنا في رحلة مالها مثيل. سبين ريثم اكس دي، تكريم لألعاب الأكشن الإيقاعية الكلاسيكية مع لمسة حركية، تدور تضغط تعكس تخدش وتلعب أكثر من 60 إيقاع رهيب. ساني سايد، الانسجام نحس فيه في الريف الياباني لما نساعد سباركي على الكشف عن الذكريات المفقودة. في هذه الطريقة الحديثة لمحاكاة الزراعة والحياة، نبني منزل مزدهر وننمي علاقات جديدة ونلقى سعادتنا الخاصة في ساني سايد. Darkest Dungeon 2. Darkest Dungeon 2 هي رحلة برية خطيرة، تشكل مجموعة، جهز أغراضك وتنطلق في الطبيعة المتحللة في آخر مهمة لتجنب نهاية العالم. ومع ذلك المخاطر الأكبر اللي راح تواجهها تجيك من حيث ما تتوقع. Asphalt Legends Unite، اشعل روحك التنافسية مع Asphalt Legends Unite، حس بروح الفريق في الطريق، انضم إلى القوة مع اللاعبين لتتسابقوا في الطرق الرهيبة، تأدون حركات خطيرة وتهجمون نحو النصر بأفضل السيارات السريعة. شم، الشم هو روح كائن أو جماد، كل شيء في العالم عنده شم. القانون الأهم في هذا العالم هو أن احنا ما ننفصل أبداً عن الشم، ومع الأسف تنفصل عن الشم الخاص فيك من بداية اللعبة. EA Sports College Football 25، عيش روعة كرة القدم الجامعية في الملعب. بجانب الطقوس والتقاليد الشهيرة، في معيار جديد لعظمة كرة القدم الجامعية في الأوضاع الكلاسيكية مثل Density و Road to Glory. مع نظام الـ Wear and Tear الجديد، تحتاج تدير صحة اللاعبين بالبدائل الاستراتيجية. مزايا الملعب تغير اللعبة وتهز منافسينك في أصعب الأماكن للعب في كرة القدم الجامعية. F1 Manager 2024، لأول مرة في السلسلة تسوي فريقك الخاص لتتحدى الكل وتشكل إرث جديد. تخصص كل العناصر من عناصر فريقك وتصمم الشعار وبدلات السباق، توظف كل الفريق والسائقين وتتفاوض مع الرعاة لتحط شعارهم على سيارتك. عالم الفورميلا 1 الدرامي ينبض بالحياة داخل وخارج المسار مع نظام العقلية الجديد، تدير شخصيات واحتياجات وموظفينك وسائقينك وتسعى للنجاح. حافظ على سعادة نجومك لتتجنب السماح للمنافسين بصيد مشروع مواهبك وما يعطلونك في مسار فريقك نحو القمة. إكزوفوبيا، إكزوفوبيا هي شوتر من منظور شخص أول لخيال علمي، يعطيك فن البيكسل الملون والموسيقى الإلكترونية، جمالية أنيقة فريدة من نوعها. Earth Defense Force 6، العام هو 2024، فازت البشرية في المعركة الطويلة ضد الغزاة المجهولين. اختفى العدو الآن وعاد السلام إلى الأرض، ولكن تقلص عدد السكان إلى 10% وكان العالم على وشك الانهيار. مرت 3 سنوات في عام 2027
في عالم جديد بلا أمل، والآن صار الوقت لمقاومة مصير الأرض مرة ثانية. Frostpunk 2. زور أرض الصقيع بعد 30 سنة من العاصفة الكبرى، واجه تهديد مميت جديد لمستقبل مدينتك، هي الطبيعة البشرية. ابني مدينتك على نطاق جديد لما تنشئ مناطق كاملة لأهداف مختلفة، صناعية وعلمية وغيرها الكثير. تأكد أنه كل أجزاء المدينة منسجمة مع بعضها البعض، كأنها آلة عملاقة متعطشة للموارد. كذا نكون تعرفنا على الألعاب اللي تصدر في يوليو، وش أكثر لعبة متحمسين لها من القائمة؟ لا تنسون زر اللايك، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد من بلاي ستيشن باللغة العربية. سلام.